الاجتماعية المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني تعقد اجتماعا تحوريا في فندق الدامروز بدمشق تعميقا لنهج الحوار بهدف تفعيل الرؤى والقواسم المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع السوري. انطلاقا من أهمية برنامج اللقاءات التشاورية التحاورية ضمن الحراك الوطني وفق قواعد ثابتة متفق عليها بين مختلف أطياف الشعب السوري، عقد اجتماع اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني، وأكد المشاركون على وحدة النسيج السوري بمختلف أطيافه، مشددين على نبذ العنف والتدخل الخارجي وصولا إلى وضع قواعد ثابتة ومؤثرة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف خلال الأسابيع القادمة. ملتقى الحوار الوطني انبثقت عنه مجموعة لجان، واليوم اللجنة الاجتماعية راح نتباحث فيه موضوع مهم جدا، هو موضوع المعتقلين والمخطوفين، بالإضافة أنه نحن كمعارضة وطنية راح نبدي رأينا حول الوضع السياسي وشو وجهة نظر المعارضة الداخلية بمؤتمر جنيف 2. راح نطلع في اليوم ببيان توافقي بين المعارضة والموالاة وشو الأمور اللي نحن متفقين فيها. موضوع إدانة التفجير الإرهابي اليوم هذا الشيء مهم راح نحكي فيه اللي عم بيصير صار بالريحانية. وشغلة تانية راح نركز على موضوع نحن كمعارضة وطنية، التركيز على موضوع نبل والزهراء، فهذا الملف نحن جايين فيه كحزب من خلال دورنا بهذا الملتقى نركز عليه. هذه اللجنة تشكلت من هذا المؤتمر لمعالجة وتحضير كافة الملفات التي يلامسها مواطننا السوري لمناقشتها ومحاولة المعالجة لها. السوريون يلتقون، لماذا يلتقون فقط في الخارج؟ لماذا يلتقون فقط بمساعي الآخرين؟ لماذا لا يلتقون بمساعيهم الذاتية؟ وبالتالي هنا هذا تسهيل لهذا الأمر، وهذا عمل مشترك بكل المواصفات، سوف ترون بأنه مشترك، وبالتالي هذا العمل يجب أن يؤدي إلى نتائج من خلال هذا الأمر. وأكدت اللجنة في بيانها الختامي إدانتها للحصار اللا أخلاقي واللا إنساني لأي منطقة سورية وللعمل الإرهابي الذي وقع في ريحانية داخل لواء اسكندرون، مشددة على ضرورة عقد مؤتمر حوار وطني شامل داخل سوريا. تبقى الدعوة مفتوحة أمام الجميع للانخراط في العمليات السياسية والحوار الوطني والوقوف تحت سقف السيادة السورية. أنس الطبال لأخبار التلفزيون السوري، داماروز، دمشق.